السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من فكر تاني، وأنا دكتور كريم علي. سعيد جدا بكم المعلومات اللي احنا وصلنا له والثقافة الصحية اللي وصلنا له في الفيديوهات بتاعتنا. النهاردة الحلقة دي كانت المفروض تبقى في الأول خالص، بس كنت مأجلها عشان أفتح العقول وأدي كم معلومة في النص لغاية ما وصل للحلقة الرئيسية. الكيتو حديث العصر. الكيتو هو الترند الأول في كل العالم دلوقتي، في كل الرجيمات بيقولوا ان هو بيعالج كل الامراض. طبعا انا النهاردة هدي صورة محايدة، انا لا كيتو ولا مش كيتو. انا ماشي كيتو اوكي صحيح، بس انا هدي كطبيب بينصح مرضى، انا هديكو كل المعلومات، لان الفترة الاخيرة جات لي اسئلة ما كانش ينفع ارد على كل سؤال لوحده. يا دكتور ده فيه بحث طلع ان هو بيجيب انتان في الدم، بيجيب فشل كلوي، ما ينفعش اسلوب حياة، الناس ما بتخسش عليه، ده بيضر الكلى وبيضر الكبد، حاجات كتير قوي، بيجيب اسيتون وناس حللت اسيتون، وهوريكم النهاردة احد التعليقات ده، عندي اسيتون في البول، انا كده جالي تسمم. اوعوا تمشوا على الكيتو. ايه حقيقة الكيتو؟ لما تطلعوا من الحلقة النهاردة حتى لو كانت طويلة شوية هتبقى تجاوب على كل الاسئلة اللي خاصة بالكيتو، كل الاسئلة اللي في دماغك هرد عليها، هتعرف الكيتو من الالف للياء، هتعرف عيوبه مميزاته، تختاره او ان هو مش مناسب ليه. حلقة جديدة من فكر تاني، وشكرا ليكو، ونتقابل بعد الفاصل. يلا بينا، اهلا بيكو. تعالوا نحط الاول مبادئ اساسية، ايه اللي طلع ده والجسم ماشي ازاي، شوية فيسيولوجي كده خفيف مبسط عشان نفهم الموضوع على صورة اكبر. انت جسمك بيحرق جلوكوز كمصدر للطاقة. الجلوكوز ده ربنا خلق له، اللي هو السكر، لما يوصل للدم كل اكلك بيتحول لسكر. السكر ده ربنا عمل له انسولين مخصوص، وده هرمون بيطلع من البنكرياس. لو زاد الجلوكوز ده بيتحول لفاتي اسيدز ويمسك في حته اسمها جليسرول، يبقى دهون ثلاثيه. وادي اول سؤال جاوبته، الدهون الثلاثيه يا دكتور اللي بتزيد بتيجي منين؟ بتيجي من السكر اللي بيزيد عن الجسم فيتحول لدهون ثلاثيه، مش الدهون. ويدخل يتحوش فين؟ في الدهون، وتكبر تكبر الخلايا، ويكبر يطلع انسولين، يدخل الفاتي اسيد اللي جاي من الجلوكوز الخلايا فتتخن ويحصل السمنه. مع الوقت بناكل سكر كتير، ناكل سكر كتير، فالانسولين عمال يطلع يفتح خلايا يدخل، يطلع يفتح خلايا يدخل، لغايه ما اللوك اللي هو المفتاح اللي هو الانسولين بيبوظ، فبيجي امراض مقاومه الانسولين. يعني السكر يطلع، يجي الانسولين يفتح الخليه ما تفتحش، يفتح الخلايا ما تفتحش، يوم الانسولين زايد ابعت له شويه انسولين زياده يفتح، يوم فاتح بعد شهر شهرين سنه سنتين مش هيفتح. طب يا رب زود انسولين زياده عشان الجلوكوز اللي في الدم ده سم، لازم يدخل الخلايا لغايه ما يوصل لدرجه الانسولين ما يقدرش يفتح خلاص. السكر عالي ومش قادر، من كتر ما استخدمنا كلنا سكر واستخدمنا الانسولين بتاعنا ما بقاش يشتغل خلاص. يجي مرض السكر، يجي مرض السمنه، يجي مرض تصلب الشرايين، يجي مرض اي ميتابوليك ديس اوردرز، يعني العيله ده الضغط والسكر والسمنه وتليق والكبد الدهني، كل ده اسمه ميتابوليك ديس اوردرز. بسبب ايه؟ المقاومة الانسولين عليت لان استخدمنا السكر كتير. يبقى الجسم مهم للسكر عشان هو اللي بيدي طاقة، بس لو زاد بندخل في المصايب دي. طلع من هنا، طب ما بلاش يا دكتور نستخدم السكر، ما تيجي ندور هو الجسم فعلا محتاج سكر؟ العقل فعلا ما بيمشيش الا بالسكر؟ هو انا لو بطلت السكر فعلا يحصل لي هبوط وجسمي يبوظ؟ تعالوا نبص بقى. لو احنا ما كلناش سكر خالص، الجسم عنده آلية تانية، ميكانيزم تاني. حتى لو انت مش كيتو هتفهم قدام في الحلقة. لو انا صمت يومين ثلاثة ما كلتش، يا رب السكر خلص من الدم، المخ والجسم يفكر عندك ايه مصادر تانية، يقول حضرتك عندي الدهون، يقوم محول الدهون اسمها حاجة اسمها كيتونز، يعني اجسام كيتونية. الاجسام الكيتونية دي المخ، الله دي نظيفة وجميلة، أنا عايز كيتونز، اديني بلاش سكر اديني كيتونز. القلب أنا عايز كيتونز، العضلات أنا عايزة كيتونز، بلاش بقى بدل ما فيش سكر نروح للكيتونز. هنا جت فكرة الكيتون أو الكيتوجينكس، ودي تاني سؤال بجاوب عليه. يا دكتور بيجيلي أسيتون في البول، يا دكتور ده مرضى السكر النوع الأول عندهم حاجة اسمها كيتو أسيدوزيس، يعني الكيتونز لما تزيد يدخل في غيبوبة والكبد يبوظ وممكن يتوفى في الكومة دي. ايه ده، انت ازاي تقول لنا اعمل كيتوجينك وندخل في كيتو اسيدوزيس؟ فرق رهيب، وفتحوا معايا لو سمحتوا.
الكيتوجينيك دايت يعني الكيتونز تزيد مثلا 5% في الجسم، تمام؟ نحرق منها والطاقة، وده اللي بينيمك كويس، وده اللي بيخليك يومين ثلاثة مش جعان، وده اللي بيخليك تروح الجيم مرتين ثلاثة والباور عالي والتركيز تمام والقلب مرتاح والمخ مرتاح، لان في كيتونز 5% من حرق الدهون. نيجي لكيتو أسيدوزيس بتاع مرضى السكر، الكيتونز مش 5%، بتوصل 60-80%، شايف الفرق؟ زائد، وحاجة مهمة جدا الزائد دي هي كل الليلة، بالزائد ان في سكر عالي في الدم، فيحصل في الجسم سمية من الكيتونز اللي موجودة بشرطين: سكر عالي، لان هنفهم قدام ان السكر هو اساس كل التهابات ومصايب الجسم. تاني حاجة الكيتونز مش 5-6% زي الكيتونجينيك دايت، ده 60-80% مين الجسم اللي يستحمل كيتونز بادي؟ ودي عبارة عن احماض، اسمها احماض، فالحموضة بتاعت الدم بتزيد ويدخله في الكون، فعرفتوا الفرق. فكلمة اصلا كيتو دي غلط، انت بتتكلم حضرتك كيتو، كيتوجينيك دايت يعني الدهون عالية عندي وبتديني كيتونز الجميل 5%، ولا بتتكلم على كيتو أسيدوزيس اللي هي سمية المرض السكري النوع الاول؟ فرق رهيب، سماء وارض، ما تحطهمش مع بعض. يبقى احنا صلحنا كده شوية فيسيولوجي. طب يا دكتور، لو احنا دلوقتي قللنا السكر خالص، بعد يومين او ثلاثة او اربعة يتحول خلاص بلاش سكر، تعال نحول سويتش، نعمل تغيير في الموتور بتاع الجسم او طريقة حرق الطاقة، نقفل السكر ونفتح الكيتوزيس، نفتح نستخدم الكيتونز بادي. وده التحول ده اللي بيحصل في الكيتو، في الكيتو فلو، تعبان وهمدان وبرجع اسهال امساك، راجع الحلقة دي اي فيها على كل الكيتو فلو. بعد اليومين طول انت بتبقى في حالة الكيتوزيس، بيحصل ايه في الكيتوزيس؟ الكيتونز بادي بتزيد في المية، وهو ده اللي بينزل في البول، لان ابتدى يزيد عن الجسم بيستخدم وينزل منه الزيادة البسيطة في البول. الرسالة اللي جت من احد المتابعين هحطها لكم على الشاشة: محدش يستخدم الكيتونز لان ده انا حصل اسيتون في البول، ده انا هيجيلي سكر. التحليل اللي انتوا شايفينه تحليل البول ده السكر صفر، مفيش مريض سكر في العالم عنده السكر صفر في البول، لازم السكر يزيد في الدم فيقوم نازل في البول. تاني حاجة الاسيتون ده طبيعي حضرتك، مش انت بتاخد دهون مش بيحصل زيادة، خلي بالك ده في الاول، بعد فترة مفيش زيادة، الجسم بيبقى 100% بيحرق الدهون الطاقة بتاعته، فالاسيتون ما بيطلع يعني ما بينزلش في البول. التحليل ده لو بعد شهرين مش هيبقى في اسيتون في البول، خلاص انا جسمي بيحرق كل الطاقة، اتعود 100% يحرق كل الدهون كطاقة، مفيش حاجة زيادة، ده في الاول بيحصل الاسيتونز. يبقى الاسيتونز كمية قليلة، طبيعي جدا، مفيش سكر في البول، انا فين ومرض السكر فين؟ ده مرض السكر من اول يوم كيتو انا بديله ظهري، لان مش مستخدم انسولين اساسا. وصلتوا؟ عرفت ان الاسيتون طبيعي ينزل في البول، عرفت ان كل امراضنا لما الانسولين يعلى وبيحصل له مقاومة في الجسم، فكل حاجة تبوظ لما الانسولين مقاومته تبوظ. الدهون هو المادة الوحيدة التي لا تستخدم الانسولين، البروتين يعلى يجي الانسولين شوية، الجلوكوز يعلى او النشويات الانسولين يعلى قوي، الدهون تعلى مفيش انسولين. وفي نقطة مهمة جدا يا دكتور، البنكرياس لما ما يشتغلش على الانسولين البنكرياس هيقف، يتوقف عن الشغل. ده في غلطتين، اكيد السؤال ده مش من دكتور، هشرحها لكم. الانسولين في جسمك طول الوقت، يعني لما انا كيتوجينيك الانسولين صفر، ايه الكلام الغريب ده؟ الانسولين في الدم عامل كده بالظبط طول الوقت، طول الوقت في انسولين، لان الانسولين ليه حاجات تانية، بيستخدم في البروتين، بيستخدم في البناء، هو هرمون بنائي الانسولين، عشان كده الكمال الاجسام بيضربوا حقن انسولين ليه؟ عشان بيزود الايه؟ العضلات، بيزود البناء في الجسم. فالانسولين عامل كده، اول ما يجي جلوكوز يقوم طالع قوي ويقوم نازل تاني. طبعا كل ما طلع اكتر كل ما يطلع ينزل بالراحه، كل ما يطلع اكتر كل ما ينزل بالراحه، فعامل كده كده. طب انا دلوقتي انما موجود البروتين، يطلع حبه صغيره ويقوم نازل، يطلع حبه صغيره، يعمل ايه؟ ليه يا دكتور بيطلع في البروتين؟ عشان يدخله الخلايا، هو المفتاح. دلوقتي انا يبقى دخلت كيتوجينيك، مش محتاج الانسولين، محتاجه بس اللاين، البيز لاين بتاع اللي ماشي على طول، الخط الجميل اللي بيديني الفوائد من غير زياده. ولما يجي شويه بروتين يقوم طالع حبه صغيره، وانت حبه صغيره لا في ريزيستنس ولا في مقاومه ولا في زياده ولا في ميتابوليك ديس اوردر ولا حاجه. يبقى احنا الانسولين شغال طول الوقت. لو ما فيش انسولين اللي بيدخل الدهون للخلايا
بيطلع من البنكرياس جلوكاكون، ده هرمون معادل بيطلع عكس الانسولين، بيطلع الدهون من الخليه يحرقها وينزلها الدم. فالبنكرياس شغال طول الوقت جلوكاجون، يا شغال انسولين يا شغال جلوكاجون يا شغال لايبيز اللي هو بيحرق الدهون كل شويه. فحته ان الانسولين يبوظ او البنكرياس يبوظ عشان انا كيتوجينيك، الكلام ده مش علمي تماما. يا دكتور، هل الكيتو اسلوب حياه؟ هل ملوش اضرار على المدى البعيد؟ هل لو انا مشيت طول عمري كيتو الدهون دي تسبب لي حاجات خطيره في المستقبل؟ الكيتو لو مش هيبقى اسلوب حياه، عشان اي رجيم او اي دايت اول شرط في نجاحه الاستمراريه. لو انت مش قده لصعوبته، لانك هتستغنى عن حاجات كتير قوي هقولها قدام، وهيبقى نظام اكلك نظام معين طول عمرك، فانت لو مش قد الموضوع ده وعايز تدخله وانت ما عندكش امراض، فكر شويه، لانه التزام، عشان كل الصحه عايزه التزام. الصحه ما بتجيش بالساهل، الفلوس ما بتجيش بالساهل، النجاح ما بيجيش بالساهل، لازم التزام ولازم استمراريه. فهو مش اسلوب حياه لشيء واحد، ان هو يعني عايز واحد قوي، واحد يعارض نفسه، واحد يعارض الاكل، واحد يحط قوانين اكله بمزاجه، مش نفسي في حاجه اروح لها، نفسي في حته كيكه، نفسي في فاكهه كتير، نفسي اكل وقت ما انا احب، نفسي اروح عيد ميلاد واكل براحتي، نفسي وماشي وراها. ده مش هينفعك الكيتو، مش هينفع تلخبط فيه. واحد بقى ملتزم ومنتظم وتمام، او عنده مرض هتكلم عليه كمان شويه، امسك في الكيتو. تمام؟ ليه الناس بتقول الكيتو مش اسلوب حياه او خايفين؟ لان هم في افكار في دماغنا ان الدهون مصيبه. طول ما انت رابط ان الدهون مصيبه، انت بتشكك في الكيتو، واي حاجه هتحصل في جسمك تقول لك بسبب الكيتوجينيك دايت. الدهون مش لعنه، الدهون المشبعه مش هي بسبب كل الامراض، زي الناس اللي بعتت لي فيه الدوكيومنتري جه على نتفليكس اسمه وات ذا هيلث. كل الناس بعتت لي انت شفت وات ذا هيلث ده؟ بيقولوا اللحوم بتسبب السرطان وهي النوع الاول في الكاتيجوري نمره واحد في مسببات السرطان في العالم. يا دكتور ده بيقولوا ان البيضه الواحده بتساوي 8 سجاير. يا دكتور ده بيقولوا السرطانات بتزيد 40%. انا عارف الكلام ده وشفت الفيلم، والامريكان نفسهم ردوا عليه قالوا لهم انتوا كدابين، انتوا بتاخدوا الناس في طريق الفيجن ان هو النباتات. ذا هيلث ده ونايفز اوفر ذا فوركس فيلمين، يعني قالوا كل الناس اللي بتاكل منتجات حيوانيه يعني هيروحوا في 60 داهيه ولازم نرجع للنباتات. مش راجع للنباتات، وكلامكم مش صح. وفي عباره واحده في الفيلمين دول اول ما وصلت لهم قلت ايه ده توم وجيري افيد بيقولوا كده. السكر مش سببه الجلوكوز. راجعوا الفيلم، الناس اللي شافت الفيلم وات ذا هيلث راجعوا، بيقول كده بنفس اللفظ جراح، مش عارف الجراح ايه لازمته في الدايت، ان السكر عمره ما كان من السكر، مرض السكر من اكل اللحوم الزياده. هقول له يعني كفى ضحكا على ضحكا على العقول. ارجع لموضوعي، فاسلوب حياه عشان انت عارف ان الدهون مضره. لا مش مضره، هما قصدوا يحطوا لك ان على الليبل على ظهر الاكل اول حاجه الدهون فوق. ليش معنى الدهون اللي يقول لك اول حاجه فوق؟ حط لي السكر يا حبيبي فوق هو المصيبه، حط لي المواد الحافظه فوق يا حبيبي، مش تحط لي الدهون اول حاجه والدهون حاجه والدهون المشبعه فيها دي. ليه يعني؟ عشان ايه؟ عايز تقول لي اشيل الدهون؟ طب هتحط لي ايه بدل الدهون؟ سكر صح؟ او تحط لي السكريات اللي تزود الدهون في الدم او الترايجلسترايد الدهون الثلاثيه عشان اخد الليبتور وادويه اللي بتصرف كل يوم مليارات مكسب من الليبتور اللي هو الدواء الاول في التاريخ مبيعات اللي هو مضادات الدهون في الدم. مليارات بتجيله سنويا، عشان كده بيصرفوا ملايين عشان يخليك تكره الدهون وتاخد لانك لو بطلت سكر الدهون هتقل في الدم هيفلسوا كده حته على الماشي. فاولا الدهون مش مضره، الدهون مفيده جدا. الدهون اقول لكم اثبات اخر للدهون جميله قد ايه. الناس اللي بتقول السكر ده مهم للجسم، انتوا عارفين الجسم بياخد سكر ويحوشه على هيئه ايه في الجسم؟ على هيئه دهون. الله، طب ما يحوش سكر يعني يشيل الجلوكوز، مش هو بيدخل خلايا يحوشه كسكر؟ لا، لان السكر وقود سيء، وقود ضعيف، وقت الشده ما ينفعناش، بدليل ان الجسم بيحوش دهون. ليه؟ لان الدهون وقت الجد اجيب ذره دهون تديني 9 كالوري وبسرعه، انما الجلوكوز يديني 4 كالوري وليه يعني ليه اعراض كتير بتزود التهابات الجسم. الجسم فاهم، اللي خلق الجسم عارف، حوش لي دهون ما تحولش لي السكر. محدش وبيحوش لوقت الشده بنزين سيء، انا بحط
احسن بنزين ينفعني في وقت الشده اللي هو الدهون. في نقطه كده برضو في النص كده، اكتب يابا اكتب الكلام ده. الدهون لما تزيد في الجسم قوي هتتحوش دهون، ليه هتروح فين؟ هتطير. ان بس هقول لك ليه الجسم في الكيتوجينيك ما يحوش دهون. انما السكر لما يتحوش بيتحول دهون وبعدين يتحوش. الجلوكوز اللي بيتحول دهون اسمه دينوفو لايبوجينيسيس، يعني اجيب دهون من مصدر غير دهني. لما بيتحوش نوع الدهن ده مصاحب بيعمل التهابات في الجسم، بيعمل مصايب في الجسم. انما لما الدهون تتحوش زي ما هي دهون ما بتعملش التهابات في الجسم. تخيل، يعني حتى الدهون اللي اصلها سكري بتسبب التهابات في الجسم. ادي كده حته في على المشي. ارجع بقى ليه الناس بتخاف من الكيتوجينيك، لانه كله دهون. الدهون صحيه، الدهون بتدي 9 كالوري، القلب والعقل بيحبوا الدهون، الدهون ما بتستخدمش الانسولين اللي هو مقاومه الانسولين اساس كل مصايبنا واساس كل امراض العصر. الدهون بتفضل معايا 12 و13 ساعه مستمره، الطاقه عاليه ومركز وبنام بهدوء. يبقى اللي يعرف المعلومات دي يعرف انت ممكن تعمله اسلوب حياة ولا فترة وتعدي او ما ينفعكش خالص. النقطة اللي بعد كده اللي بياخدوها ضد الكيتو ده سعراته حرارية. انت حرارية عالية، ده انت لسه قايل الكالوري الواحد من الدهون بتعمل 9. طب ده انا كده لما اكل قد حد حب قد كده اخد سعرات كتير واتخن. مش هتتخن في الكيتو لسببين، وركزوا معايا في النقطة دي. اول حاجة، انتوا عارفين دلوقتي ما شاء الله عليكم في حاجه اسمها لابتين، اللي هو الهرمون اللي بيطلع من الجسم يقول للعقل بليز كفايه اكل، انا عندي دهون كفايه. اللابتين ده ما بيوصلش للمخ، ايه اللي بيوقفه؟ الانسولين. لما الانسولين عالي مع السكر اللابتين ما يقولكش انت شبعان، يتفضل تاكل، فكل ما تاكل سكريات كل ساعتين ثلاثه تجوع، تاكل 4 5 6 7 8 مرات في اليوم، ما تقدرش تقاوم اي اكل، حتى لو انت تخين وعندك كرش ما تقدرش تقاوم اكل زياده، كل شويه بتجوع، لان اللابتين عندك بايظ اللي هو هرمون الشبع. دي اول حاجه. تاني حاجه، من غير انت ما تاكل السكريات والنشويات واللابتين يتعدل، اول ما تاكل اكله انت اللابتين عندك تمام، يطلع له المخ كفايه. لو انت زايد في الوزن ما تبقاش عايز تاكل خالص. ليه الناس اللي بتقول لي يا دكتور انا بقالي خلاص بعد ما ابتديت كيتو ماليش نفسي الاكل خالص؟ لان جسمك فيه دهون. اللابتين بيقول للجسم الراجل ده مخزن بما فيه الكفايه. لما ترجع تقلل دهون جسمك قوي تمشي على الكيتوجينيك فتره، انت هتبقى حساس، جسمك بيفاهم امتى اكل وامتى اشبع، امتى في جسمي دهون اكل حبة قليلة واشبع مش عايز تاني، لان جسمك فيه خزين. انت بترجع جسمك اللي ربنا خلقه بيقول لك الصح، بيقول كفاية اكل ما تاكلش كتير، الدهون اللي عندي كفاية قوي كل حبة صغيرة وما تاكلش كتير. انما اللي بياكل سكر الرسائل دي ما بتوصلش المخ، الانسولين قفل الخط، هرمون الشبع شبعنا ما يوصلش، شبعنا فتفضل تاكل. فهمت بقى انت ليه ما بتتخنش على الكيتوجينيك؟ الحاجة التانية، الكيتوجينيك لما يحول الوقود الجسم، مش سكر مش جلوكوز، يحوله لحرق دهون، الطاقة هي الدهون، فهو خلاص اتعود على حرق الدهون، فكل ما يبقاش عنده طاقة تاكل حبة قليلة، ايه الفرن اللي شغال الوقود بتاعك؟ الدهون. فيجيب منين؟ من الدهون في الخلايا الدهنية، لان هو اصلا حرق دهون، هو مكنة حرق دهون، فيجيب من الدهون على طول، خلاص اتعود. ايه ده دي حبيبتي انا عارف نوع الوقود ده، هات دهون، نحرق. تمام؟ فانت بتخس ليه وما بتزيدش ليه؟ لان انت جسمك بيقول لك انا شبعت خلاص، انت جسمك كافي حساس. تاني حاجه، هو شغال اصلا مكنه حرق دهون، انت بتخس لان هو جسمك متعود على حرق الدهون، فهات لي من الخلايا وهات من هنا وهات من هنا. بس شرط عشان تخس انك السعرات ما تبقاش عاليه قوي، ما تتفس، وده صعب، لانك لو كلت قوي هتحرق من الدهون مش هتتخن، بس الدهون اللي لو زدت قوي، الدهون اللي موجوده هي اللي هتتحرق كل يوم ال 2000 كالوري بتوعك، فمش هيجيب لي من الخزين. فلازم تقلل برضو الاكل شوية، استخدم ان انت نفسك مسدودة، استخدم الصيام المتقطع، استخدم انك تجيب الدهون اللي من الخلايا تجيبها الدم وتتحرق كطاقة. دي مهمة قوي، انت ليه مش بتتخن او بتخس في الكيتوجينيك دايت. النقطة اللي بعد كده مهمة جدا تفهم ايه اللي بيحصل في الجسم لما تبتدي تدخل كيتوجينيك دايت. اول حاجة، انا ما كانت حرق سكر والانسولين ضايع وعندي تخن، ابتديت امنع السكر واحول ازود الدهون في الجسم. التحويله دي اسمها الكيتون فلو. بعد ما خدت
الاسبوع الكيتون فلو جسمك حول من هنا لهنا، ابتدى يبقى عندي حالة كيتوزيس، الحرق اللي في الجسم شغال على الدهون، ده اسمه كيتوزيس. يعني انا عندي خلايا احماض في الدم، ابتدى الجسم يتأقلم معاها، ياخد عليها، ابتدى يشغلها كويس، ابتدى يحرقها بالكامل، ابتدى يجيب من الدهون اللي مخزنة، موضوع الكيتونز اللي احنا بنتكلم عليه. بعد شهرين ثلاثة بتبقى حاجة اسمها كيتو ادابتد، يعني كيت يعني بالعربي متأقلم ومتكيف مع الكيتونز، ودي مرحلة تانية خالص، دي حمادة تانية خالص. دي يعني يا دكتور ادابتيشن، او ان انا متكيف مع الدهون، يعني جسمك وحرق الدهون باولاد عم صحاب اتجوزوا اتجوزوا. انا كيتو ادابتد ولا كيتوزيس؟ في الاول انت بتبقى كيتوزيس، بتحرق الايه الدهون وتطلع كيتونز بادي تاخد الفايد بتاعتها، انما كمان 4-5 شهور انا كيتو ادابتد. يعني ايه؟ يعني جسمي لا يتنازل عن طاقة الدهون. ايه ده يعني ايه؟ يعني لو انا دلوقتي كلت نشويات عالية جسمي مش هيحرقها ويكمل حرق دهون. ايه ده ازاي؟ ما خلاص انت بقيت كيتو ادابتد، انت جسمك مشي في موجة الدهون، هي حبيبته وهو حبيبها ولن يفترقوا. كيتو ادابتيشن. ولما توصل للكيتو ادابتيشن في علامات، لما تلاقي نفسك هادي طول الوقت، لما تلاقي جسمك صافي طول الوقت، لما تلاقي نومك عميق، لما تلاقي تركيزك زاد 3 أو 4 أضعاف وخصوصا الصبح، لما تكون مش عايز تاكل خالص، لما تكون وجباتك قليلة، لما يكون نزلات البرد ما بتقعدش كتير، لما يكون جلدك وبشرتك قلت الكرمشة فيها، لما ما يكونش عندك كرافنج أو عايز أكل مسكر، عايز أكل نشويات، عايز أكل عيش. أنا دلوقتي بمشي في السوبر ماركت ريحة الكيك وريحة اللي هو المخبوزات لا تفرني خالص تماما، عرفت إن أنا دخلت مرحلة الكيتو أدابتيشن. مش طبعا خلي بالك انت لو كلت مرة سكريات او حاجة فيها كربوهيدرات جسمك مش هيحرقها، بس لو 2-3-4-5 جسمك هيرجع تاني. بس في حاجة تانية، هيرجع تاني هيلخبط والانسولين يتلخبط معك شوية والافرازات بتاعت البنكرياس تزيد ويمشي على الجلوكوز، بس تبقى بعد كده ممكن ترجع كيتو تاني بدون كيتو فلو، لان جسمك بقى عنده النظامين. عارف الموبايل ابو كارتين؟ انت دلوقتي بقى مبروك مبروك يا فندم، عندك موبايل بكارتين، كارت كيتو وكارت جلوكوز، تحول بينهم براحتك. بس ده بعد 6-7 شهور كوريكت، بعد 6-7 شهور صح مع الكيتو. شفت فايده درجة ايه؟ بيزود انظمة جسمك نظام، يبقى عندك نظامين، ده وده. طبعا لو رجعت لده هترجع بمصايبه، الانسولين هيحصل مقاومة تاني، هتتخن تاني، البلاوي السودة بتاعت الاولانية. فانت كيتو ده الكيتو ادابتد، الكيتو ان بقى انت اسلوب حياتك، ده اللي انت ماشي عليه على طول. يبقى احنا عرفنا المرحلة الجلوكوز، الفلو اللي هو الفترة التعب الفظيعة اللي في الاول، وهقول عليها حاجة دلوقتي، وبعدين تبقى كيتو كيتوزيس، وبعدين تبقى كيتو ادابتد او الكيتو اللي على طول. الكيتو فلو اللي هو في الاول صعب قوي، انا قلت كل حاجة، كل يعني عيوبه او ازاي تعديه، بس في حاجة عايز ازودها هنا مهمة قوي. البنات اللي قالوا يا دكتور الدورة بتتأخر اول ما ادخل الكيتو، هل ده طبيعي؟ طبيعي جدا. ليه؟ لانك زودت الدهون، لما زودت الدهون، الدهون دي فيها كوليسترول، الكوليسترول ده هو اساس هرمونات الانوثة بتاعتك، فحضرتك الاستروجين هرمون الانوثة بقى عنده سيرج، يعني عنده زيادة جامدة جدا مرة واحدة في الجسم. ايه ده يا ربي الدهون الكتير اللي جاية؟ ما تعمل لنا شوية هرمون انوثة كده زيادة. فهرمون الانوثة لما بيعلى في الاول، وخلي بالكم الناس اللي عندها بوليسيستيك اوفري او تكيس المبايض، مشكلتك مع الانسولين، حلك الوحيد انك تمنع الانسولين خالص وتعملي صيام طويل. لو الانسولين قل، البوليسيستيك اوفري بيخف، ودي كده حاجة على الماشي. فدلوقتي يا أستاذتي البيريود اتأخرت طبعا لأن الأستروجين عالي، اصبري شهر أو شهرين بترجع الهرمونات طبيعية تماما، وجسمك يبقى أكثر استقبالا للأستروجين، العلاقة مع زوجك بتتحسن جدا، الدهون اللي بتقل لأن الأستروجين بيطلع من الدهون وبيطلع من الأوفري اللي هو المبايض. أستروجين الأوفري لما بيطلع الجسم يحكمه، إنما الأستروجين اللي بيطلع من الدهون اللي في جسمك ما بتتحكمش، المخ ملوش
ملوش سيطرة عليها، فتفضل تزيد والجسم مش قادر يعمل يوقفها، تزيد ومش عارف، فتعمل تكيس المبايض وتعمل القلة الجنسية بسبب الاستروجين اللي جاي منين؟ من الفات سيلز. ارجع لموضوع تاني، فالبيريود اللي الناس اللي خافت منها بعد اسبوعين ثلاثة بترجع وبتنتظم وتبقى دماغك عال العال وصافي وبتحرق دهون وتخسي 5-6 كيلو اول شهرين ومية مية، فما تخافيش، ده مرحلة الكيتو فلو هتعدي على طول. هروح بقى لنقطة مهمة جدا بعد كده. اكل يا دكتور في الكيتو؟ الكيتو العلاجي اللي بيعالجوا بيه مرضى الصرع، اللي بيعالجوا بيه مرضى الزهايمر، اللي بيعالجوا بيه الامراض 90% دهون، احنا مش هنمشي على ده. احنا هنمشي على الكيتو العادي اللي هو الناس بتمشي عليه 75% دهون، وحط تحتها 25 خط. اكتب دي. 75% دهون مش بروتينات، مش كربوهيدرات، و20% بروتين و5% كربوهيدرات اللي هي النشويات. مهمة جدا. يعني 75% من السعرات اللي داخله جسمك من الدهون بس، ودي هقول في الاخر اخطاء الكيتونز اللي الناس بتقع فيها او الكيتوجينيك دايت. فايه ازاي دي مشكله انك توصل ل 75% من يومك دهون؟ فلازم تحط الكوكونات اويل، الام سي تي اويل مهم قوي، الزبده مهم قوي، سمك السلمون مهم جدا، المكسرات كلها مهمة جدا ما عدا الكاجو والفول السوداني ما يستخدموش، السيدز اللي هي الحبوب، اللب الأسمر، لب القرع، كل أنواع اللب ممتازة لأنها بتزود الدهون، دهنة اللحوم، الدهنة اللي في اللحمة، الدهنة اللي في الخروف، دي أساس أكلك. 20% بروتين، حتة اللحمة، حتة الفرخة، حتة السمك التونة، حتة ايه تاني البروتينات، البيض، بياض البيض، صفار البيض لازم اكتر ويبقى في زبدة، ده 20%. وخمسة في المية خضروات طبعا، في حاجات مع الحبوب السيدز اللي هي الشيا، الكتان، الحاجات السيدز الحبوب الصغيرة دي، كل دي مسموحة في الكيتو ودهونها حلوة قوي، تقدر ناخدها زي ما احنا عاوزين. الخضروات بقى اللي هي 5%، 5% من السعرات اللي داخله جسمك لازم تبقى من الخضروات. ليه؟ لان ده بينظف الكبد، وده مهم جدا للبوتاسيوم، ومهم جدا للمغنيسيوم، ومهم جدا للهضم، ومهم جدا للمايكرو بيوم اللي في جسمك. بس 5% بس، لو تاخد كرفس للصبح عمرك ما هتوصل 5% من السعرات، لو انت خدت الكرنب مش هتوصل للسعرات، لو انت خدت البروكولي مش هتوصل للسعرات، لو انت كلت سبانخ مش هتوصل للسعرات، لان حاجاتهم قليله قوي. انا عايز 200-300 كالوري في اليوم من الخضروات، فيعني لازم تاكل حبه 5 كيلو يعني عشان تجيب الحاجات دي، يبقى الكرنب والبروكولي والسبانخ والجرجير والبقدونس والكرفس والبصل، لا الطماطم هي فاكهه بس بتدخل معانا، الافوكادو من الفاكهة بس بيدخل معانا خضرات وبوتاسيوم عظيم ودهون كتير فمهم قوي، والفواكه، كل الفواكه تمنع الا البرز اللي هي التوت والفراولة، عيلة البري، بلاك بيري، ستروبري، كل اي حاجة فيها بيري هو ده، وربع كوباية مرتين في الاسبوع مش اكتر. بتكلمني على البلح، ليك بلحة كل 3-4 ايام، ليك عسل ملكش عسل او معلقة عسل واحدة وخلاص، انت كده يومك خلصت كل الكربوهيدرات بتاعتك في معلقة عسل، وما تاخد مش هتاخد خضار بقى، ما انت الكربوهيدرات هم 5%. فاللي هيقول لي بقى ان البلح سنة، طب صلى الله عليه وسلم، ماشي البلح فيه حاجات عظيمة قوي، بس مش للمرضى، مش للناس اللي عندهم كبد دهني، مش للناس اللي عندهم سمنة ولا تصلب شرايين، مش للناس دي. ما انت ما مشيتش حضرتك طبيعي ليه عشان تاكل بلح؟ بقالك 20 سنة ملخبط ليه في عيشتك وكرشك، ما بتشوفش الحزام بتاع بنطلونك، وبعدين تيجي تقول لي البلح مفيد؟ اه مفيد غصب عني وغصب عن اي حد، بدل ما الرسول بيحبه صلى الله عليه وسلم وبيقول ان هو مفيد، انما انا مش طبيعي عشان اكله. ارجع بقى للطبيعي، خلي جسمك رفيع زي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل زي النبي. النبي ما كانش بياكل 3 ايام صيام رهيب، انت عندك صيام رهيب ولا عندك اكل 5-6 مرات في اليوم في الاكل في التلاجة؟ فانت تعيش على النبي بمزاجك 20-30 سنة، ولما تحب تيجي تبقى صحي تقول لي اصل البلح مش عارف ايه، اصل العسل فيه شفاء للناس، طبعا غصب عني وعنك فيه شفاء للناس، بس كترته غلط. ما فيش دكتور في العالم بعد ما جالك السكر، بعد ما بهدلنا الاكل بتاعنا 20 سنة وجالنا سكر تقول لي مفيد؟ بكمل الاول،
مكان من اول حياتك شباب، ضيعت شبابك جانك فود ودهون مهدرجه وسكريات وشوكولاتات وبسكوتات، وتيجي تقول لي اصل الشفاء للناس؟ لا اله الا الله. احنا ديننا دين اقرا العقل، ارجع لما تبقى طبيعي كل يا ريس 500 حاجه قدامك. بس ما دام بقيت عيان، بقيت زايد وزن، بقى عندك كبد دهني، بقى عندك تصلب شرايين، بقى عندك ضغط مرتفع، بقى عندك بولي سيستيك اوفري، ما تقوليش شفاء للناس، ما كان من الاول. وصلت النقطه دي؟ لو سمحتوا اللي عايز كيتوجينك ما ينفعش ياكل بلح، ما ينفعش ياخد فواكه خالص، الفواكه المجففه دي مصيبه، لان ده بيشيلوا منها الميه ويفضل سكر بيور، اللي هي الفواكه المجففه. فاظن دلوقتي الموضوع واضح، ارجع ابقى سليم وكل. عايز عسل معلقه وخلاص يومك خلص الكربوهيدرات، عايز بلح خد بلحه كل يومين ثلاثه وكفايه خلاص تمام، عدى يومك مش عقل. خلاص خليك بقى في الاكل اللي انت عايزه، كل براحتك وعيش براحتك، ما تجيش بقى تقول لي عايز صحه وبتاع، ما انت بوظتها. خلينا نعالج. وصلت النقطه دي؟ عشان ما حدش يقول لي هو ربنا خلق الفاكهه ليه لما انت بتحرمها؟ انا ما بحرمش الفواكه، بس انت عيان، انت مريض، انت عايز جسمك يخف. فانا دلوقتي لما مريض فشل كلوي اقول له ما تشربش ميه؟ لا، لو حصل انيوريا يعني الكليه حامل الشوت داون، اقول له ما تشربش ميه خالص، ممنوع عليك الميه. تقول لي انت بتحرم الميه على العيانين؟ هتقول لي كده؟ انت ليه بتحرم ما احل الله؟ ده ربنا خلق من الماء كل شيء حي. هتقول لي ايه؟ لا اقول له، هتقول له اشرب، ربنا عمل الميه عشان نشربها، ما تنفعش كلام الدكاتره، هيموت فشل كلوي هيموت. فانت ايه رايك؟ انا مش بعمل تحدي اعوذ بالله ولا حاجه، بس انا يعني العقليات دي غريبه. ما العقليات دي اللي وصلتنا ان مرض السمنه يبقى 75% من الناس. يا نهار ابيض. والسمنه وما بعده، انتوا عارفين بقى لستة الامراض. فمش عايزين نفتح الموضوع ده، ما تقوليش ربنا خلق الفاكهه ليه؟ ربنا خلق كل حاجه مفيده بالعقل لما ناكلها بالعقل، انما ربنا ما خلقش السكر. مش عايز بقى اكلمي تاني. انتوا كده وصلت لكم الفكره اللي حد يقول لي لازم اخد الحاجات لانها فيها شفاء؟ كمل الاول حضرتك، كمل الاول لما جسمك يبقى تمام. اروح بقى ادي الاكل اللي ينفع في الكيتو. دهونك عاليه جدا جدا، لو انت مش عاليه جدا مش هتبقى كيتو. البروتين قليل ويكفي 20% الناس اللي عايزه تعمل عضلات، يكفي 20% الناس اللي مش عايزه تخسر عضل، يكفي 20% للناس اللي عايزه تحافظ على الكتله العضليه، يكفي تماما 20% من سعراتك بروتين، حلو قوي حلو قوي. و5% الكربوهيدرات او النشويات زي ما احنا عرفنا. اروح بقى فوائد الكيتو، الامراض اللي عالجها الكيتو، مين اللي يستفيد بالكيتو. اول حاجه مرض السكر الف واحد واثنين، لان انت مشكلتك ان الانسولين يا اما مش موجود في النوع الاول، يا اما موجود وانت بوظته من كتر استخدامه فالجسم ما بقاش عارف يستخدمه، فعندك مقاومه انسولين. فالكيتو دايت يوصف علاج لمرضى السكر. تاني حاجه مرضى الضغط. ليه يا دكتور؟ لان لما انت ما بتاخدش انسولين بيقل في جسمك الميه. هتعرفوا دلوقتي قدام المفروض نعمل ايه. لما الميه بتنزل والملح بينزل ضغطك بيقل، فمهم قوي للضغط. الناس اللي عندها كوليسترول وترايجلسرايد دهون ثلاثيه عاليه، يا دكتور بقى الناس اللي عندها دهون ثلاثيه تقول لهم ما ياكلوش ياكلوا دهون بزياده؟ لان الدهون الثلاثيه بتيجي من الفاكهه وبتيجي من السكريات وبتيجي من نشويات العيش والمكرونه اللي انت بتاكلهم. لو انت بطلت النشويات الترايجلسرايد بتقل والدهون المفيده بتزيد لما تاكل دهون، يعني بتقلل الغير مفيد وتزود المفيد. ادي اكل الدهون، يبقى تصلب الشرايين وامراض القلب والدهون العاليه في الدم. انت عايز دهون مش عاوز ايه؟ مش عاوز كربوهيدرات او مش عاوز نشويات. بعد كده اللي يخس، اللي عايز يخس بسرعه وبطريقه امنه، اللي عنده مشاكل في التركيز، عنده مشاكل في النوم، عنده مشاكل في العصبيه، الكيتو دايت بيخليك اهدى، بيخليك تنام افضل بكتير. النقطة اللي بعد كده اللي عنده مقاومة انسولين، عايز تخلي الانسولين شغال تمام، بطل تستخدمه شوية، خلي المفتاح يتصنفر والخلايا تتصنفر، لان الخلايا اللي فيها دهون اكثر عرضة ان المفتاح يبوظ. يعني الدهون اللي جوه الخلايا بتخلي المفتاح يبوظ اكتر واكتر، غير انك بتستخدمه كل شوية. فانت اقعد 6 7 8 شهور على كيتوجينيك دايت، لما الانسولين يبقى تمام واكتف ونشيط وعملت له عمره، ارجع بقى لو كارب دايت تاني براحتك. خلاص انت الانسولين اتصلح، المقاومه بتاعته بقت تمام، بقى شغال ما شاء الله 100 100، عايز تفضل على الكيتو اوكي، عايز ترجع بس ما تاكلش كربوهيدرات، يعني ما تاكلش نشويات سكريات خالص، تاخد النشويات المحترمه الجميله اللي هو في اللو كارب دايت او النشويات المنخفضه تمام، بس انت صلحت مشكله مهمه جدا اللي هي مقاومه الانسولين. النقطه اللي بعد كده، ان
الناس اللي عندها سرطانات او عائله سرطانيه او فيها سرطان في العيله، السكر هو الاساس اللي بيغذي السرطانات، السبب الاول لكل امراض جسمك الالتهابات. وجود الالتهابات بيسبب السرطان، بيسبب الخمول، بيسبب نقص المعادن، بيسبب نقص المناعه، بيسبب الامراض المناعيه، بيسبب الامراض الجلديه، كل ده الالتهابات. راجع الحلقه دي. فالالتهابات دي ايه سببها الاساسي؟ وجود السكريات في الدم. طول ما انت سكرك عالي التهابات ضربة كل حاجة، فانت بتقلل. اسمه نون انفلاماتوري او انفلاماتوري دايت، اللي هو ايه؟ كيتوجينيك، يعني غذاء لا يسبب الالتهابات بالمصطلحات الطبية. فانت بتمنع الالتهابات في جسمك خالص انك تمشي على وده قطع طريق على السرطان من ناحيتين، ان الالتهابات قلت فالجسم ما يبقاش فيه التهابات خالص. تاني حاجة انه ما فيش سكر يغذي الخلايا السرطانية، ودي نقطة مهمة جدا. مين اللي ما ينفعش يا دكتور ياخد كيتوجينيك؟ اللي ياخد كيتوجينيك ما ينفعوش مريض الكبد، لان الجسم بياخد الدهون دي ويحولها لطاقة عن طريق الكبد. فاللي عنده كبده بايظ ما ينفعش يمشي كيتوجينيك، هيتسمم. اللي عنده الكليه بايظه فشل كلوي ما ينفعش يمشي على الكيتوجينيك، لان بتقل بتوقع الصوديوم وتوقع البوتاسيوم، ما ينفعش. الغده الدرقيه مهمه جدا، اللي عنده خمول في الغده الدرقيه برضو انا عملت الحلقه دي، راجعها وشوف ازاي تمشي لو عندك خمول، تصلح الخمول وتمشي على الكيتوجينيك دايت. دول الناس اللي ما ينفعش. واكثر من كده الحامل والمرضع والاولاد والبنات اقل من 18 سنه. ليه؟ لان النشويات مهمه في مرحله الايه؟ البلوغ والكبر. ما ينفعش تكبر، ما ينفع البيبي ما تقوليلوش حضرتك انا هاخد كيتوني ودي البيبي اللي جوه بطني ياكل كيتونز بادي. ما ينفعش، ده عايز كربوهيدرات، عايز جلوكوز، عايز يتختخ. حضرتك الواد الصغير لازم يتختخ ويبقلص ويكبر. فانت حضرتك ما ينفعش تقول لي اعمل كيتونز لعيل صغير وانا بردع نفس الكلام. ما ينفعش ما حبكت؟ يعني الناس يقولوا انا بردع وعايز اخس، حبكت؟ يعني دلوقتي؟ طب افطمي، بطلي اكل سكر، بطلي اكل حلويات، انما دلوقتي عايزه تعملي كيتو دلوقتي؟ حبكت؟ لا، عدي الحمل، عدي الرضاعه، واعملي اللي انت عاوزاه في نفسك، ويعني خسي 500 كيلو حدش. انما في بيبي في روح عايزه كربوهيدرات، عايزه نشويات. الاولاد اقل من 18 والبنات ما ينفعش تفرحات بلوغ. انا عايز كربوهيدرات، عايز الانسولين يعلى، انا عايز انسولينك طبعا يعلى، مش من السكر، يعلى من النشويات اللي هو الرز البني، البطاطا، الشوفان، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقه اللو كارب. انما انت محتاج تكبر يا حبيبي، محتاج جسمك يزيد، محتاج تبقى اكبر، وهرمون الانسولين يفرز بزياده، عشان ليه؟ جانب ان هو بيزود الاجسام. فبعد 18 خلاص نموك وقف، دوس بقى كيتو بقى براحتك، عيش تمام. بعد كده الناس اللي عايزه تبني عضلات كتل، الكيتونز هيخليك مدفنش وعضلاتك باينه وعندك سكس باكس لو انت بتروح الجيم. انما تعمل بلك، البلك ده عايز جلايكوجين، انت فاهمني؟ الجلايكوجين محتاج اللي هو الخزين النشويات جوه العضله، فالعضله مش هتكبر، مش هتعمل بلك وانت بتقول لي كيتو. ما ينفعش، اضرب رز واضرب حاجات شوفان واديها. ما ينفعش، انت عايز تعمل بلك عضلات زياده عننا، احنا ناس عاديين عايزين جسم سمباتيك كده سولفا سو تمام. يبقى دول الناس اللي ما ينفعش ياخدوا كيتو. احاول بقى اقول لكم على الاخطاء اللي الناس بتقع فيها عشان ابقى قفلت الحلقه. اهم الاخطاء اللي الناس بتقع فيها في الكيتو، اول حاجه ان هو ما بياخدش ال 75% من الدهون. بياكل يا دكتور انا باكل وما بخسش، انا باكل ومش حاسس بتغيير، انا باكل وجسمي ما حسيتش باللي انت بتقول عليه ده. انت بروتينك عالي. البروتين خلي بالكوا، البروتين لما يزيد الانسولين بيعلى، البروتين لما يزيد في حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس، الجسم بيحول البروتينات ده لسكر، فانت لسه بتحرق سكر. 75% دهون ما فيهاش كلام. ماي فيتنس بلد ابلكيشن هحط لكم اللينك بتاعه تحت، انا بستخدمه اعرف انا كل يوم خدت 75% 80% 60% 20%. ده انا بكتب اللي انا اكلته بالظبط، هو بيقول لي انت النهارده دهونك كانت كذا، كربوهيدرات كذا، النشويات كذا، ال 5% زادت ولا لا. اسمه ماي فيتنس بلد ابلكيشن، هحط لكم اللينك. فمهم قوي لو انت مش 75% لا تتكلم على كيتوجينيك ولا فوايد ولا اي حاجه ثانيه. تاني حاجه، الناس اللي بتاخد سكريات وهي مش عارفه ان دول اكتر من 5% كتير، العسل، البلح، الفواكه المجففه، اي نوع فواكه غير البرز،
يقول لك ده فكهيه واحده حته برتقانه، ده الجريب فروت بيخسس، ده الاناناس بتخسس، لا حضرتك بس فيها كربوهيدرات كتير. اللي بياكل بنجر، اللي بياكل بصل، ماشي خضروات وكل حاجه بس كربوهيدراتها في السماء. مفيش بطاطس طبعا، حدش يقول لي بطاطس ولا شوفان، ده اوكي كربوهيدرات محترمه وجميله بس ده لو انت عايز تتخن، لو انت عايز جسمك يحرق جلوكوز، انما انت في هنا الكربوهيدرات 5% من خضروات او افوكادو. فدي تاني غلطه، يا اما الدهون مش زياده يا اما الكربوهيدرات اللي انت مش واخد بالك منها فيها سكر خفي. وخلي بالكوا الزبادي فيه سكر والالبان فيه سكر، بس انا هخلي النقطه اللي بعد كده لان دي ليها نقطه لوحدها. النقطه اللي بعد كده الميكروبيوم بتاع جسمك، وراجع الحلقه دي، الميكروبيوم بتاع جسمك ده اللي بيأثر على 60% على المناعه، ده اللي بيعمل مودك، ده اللي بيعمل هضمك. انت لما تحول من اكل جلوكوز لدهون، الدهون بتزيد في الجسم، فالبكتيريا اللي بتحب الدهون تزيد والبكتيريا اللي بتحب السكر تموت. البكتيريا اللي بتحب الدهون دي بتطلع توكسينز سموم، هي كده علميا كده بتطلع في الدم حاجه اسمها اندوتوكسينز. ليه؟ لان هو الجسم مش متعود على كم ان هذا النوع من الدهون. طب انا اعمل ايه؟ انت كده بتخوفني. لا مش بخوفك، ده انا بقول الامانه، لما الاندوتوكسين تزيد لازم اصلح الميكروبيوم بتاعي. اي حاجه في العالم بتاثر على الميكروبيوم بتاعك، اعمل ايه؟ لازم تاخد الكفير، لازم تاخد الكمبوشة، لازم تاخد البروبيوتيك بتاعك، لازم تاخد سحر اسمه البون بروث، اللي هو شوربه عظم، شوربة العظم، عظم البقرة وعظم الفراخ، بس تفضل 12 ساعة في مية مغلية لغاية ما النخاع ده يطلع فيه من الآخر. انت بتكلم عليه، بتكلم على الكولاجين. لما تاخد كولاجين او عندنا في مصر اللي هي الكوارع او البون بروث، كل الدول الأجنبية تروح السوبر ماركت في حاجة اسمها بون بروث، ده سحر. كل الدول معرفش ما شفتوش انا في الدول العربية بتاعنا، هحط لكم الصورة بتاعته. بون بروث ده سحر، ده بيدي كولاجين لجسمك يخليك جسمك شباب، بيرجع 10 سنين شباب، بيديك كل المعادن، بيصلح الجهاز الهضمي في مرتين ثلاثه. مش ممكن البون بروث، سحر البون بروث. الناس اللي بتعرف انجليزي اكتب بون بروث في اليوتيوب وفي ملايين الفيديوهات. فده سحر البون بروث، ده اللي بيخلي الجهاز الهضمي بتاعك حديد حديد يا ربي، مش ممكن ما يعديش اي سموم ويخلي الهضم تمام والميكروبيوم يتنعنع كده ويصحصح ويبقى فل و100 100. يبقى البون بروث مهم قوي، او ان انا احافظ على الجد بالحاجات اللي تزود الميكروبيوم، او اخد بري بايوتيك محترمه. دي نقطه مهمه جدا. الميه، الناس اللي ما بتشربش ميه غلطه رهيبه، يا دكتور كليتي بتوجعني، يا دكتور جلدي نشف، انت ما بتشربش ميه. خلي بالك لما انت كنت على نظام الجلوكوز، كل جزيء جلوكوز بيدخل بيمسك اربع جزيئات ميه، اظن انتوا عارفين الكلام ده، كان المفروض اسال. فلما الجلوكوز ما يجيش يبقى الاربع ميه، اربع اجزاء ميه بينزلوا في البول، فجسمك بيفقد كل الميه اللي فيه، فغصب عنك لازم في الكيتو تشرب ميه كتير، والا الكليه هتبوظ لان في معادن بتقع، هقولها يعني النقطه اللي بعد كده. فالميه ثم الميه ثم الميه، من غير ميه في الكيتو انت ميت. طبعا في اي حاجه الميه انت ميت، انما في الكيتو بالذات لو ما شربتش ميه كتير انت بتدمر جسمك. الكليه هتجيب منين؟ بتوقع، لازم الجسم يبقى فيه ميه والكليه تشتغل كويس. النقطه اللي بعد كده ودي اهمهم، نقص المعادن. انا اتكلمت على كده في الكيتو فلو، لو شفت الحلقه كيتو فلو، نقص المعادن. انت اول الميه بتنزل من ابن عم الميه اللي بينزل معاها، ايوه الصوديوم. الصوديوم بيوقع في الشارع، الصوديوم ينزل، البوتاسيوم ينزل في الشارع، البوتاسيوم ينزل، المغنيسيوم ينزل في الشارع. يا نهار ابيض، وهو ده اساس الكيتو فلو. يعني اصعب ايام حياتنا عدت في الكيتو فلو لان المعادن كانت ناقصه. وفي الكيتو جينيك دايت كل اللي بيحصل له تعب، اللي بيحصل له دوخ، اللي بيحصل له ما بينامش كويس، اللي بيحصل له امساك شديد، اللي بيحصل له كرامبات في جسمه، كل ده عشان المعادن وقعت من جسمك وانت ما خدتش بالك. يبقى الميه مهمه قوي لان الميه بتقع. تاني حاجه المعادن مهمه قوي. المعادن ايه؟ الاملاح، ملح الخشن او الملح الهيمالايا. بتحط معلقه، مجرد على فكره معلقتين ملح على لتر ميه وتشربهم، الكيتو فلو بيروح، الامساك بيروح، الوجع الجسم بيروح، عدم النوم بيروح. ليه؟ لانك ظبطت معادن جسمك. ملح الهيمالايا هحط لكم الصوره بتاعته، او مفيش البلاد ما فيهاش ملح، كل اوروبا فيها ملح هيمالايا ومصر فيها ملح هيمالايا. مفيش ملح هيمالايا، في ملح الخشن اللي هو اسمه ملح البحر، انما ما تاخدليش ملح اللي هو اللي فيه ايود اللي هو المصنع، ده مصيبه سودا، ده صوديوم بس وصوديوم صناعي، يعني حاجه وحشه جدا. النقطه اللي بعد كده بيكتروا من منتجات الالبان، ودي يعني يا ربي ما حاجه فظيعه. اللي عنده يعني اللبن ممنوع تماما عشان حموضته،
انما طب الاجبان يا دكتور كامله الدسم ماشي، بس الاجبان لو انت ما عندكش مشاكل في اللاكتوز، ولو ان اللاكتوز قليل، لو انت ما عندكش حساسيه جيوب انفيه، لو ما عندكش امراض جلديه، لو ما عندكش تعب في العضلات فايبروماليجيا، لو ما عندكش حاجه في الجهاز العصبي، خد منتجات الالبان. دي الحاجات اللي بتزودها منتجات الالبان في الجسم. للاسف الناس اللي سالتني في حاجه في مصر اسمها جبنه رومي، الجبنه الرومي دي يا مصريين عباره عن ايه؟ نشا وبطاطس. بطاطس اللي بيقول لي هو الجبنه الرومي حاجه تنفع في الكيتو دايت؟ انت بتاكل بطاطس ومواد حافظه، ادي الجبنه الرومي يروحوا يسالوا عليها، والزيوت مهدرجه. يا خبر اسود، قنبله موت. جبنه الرومي في مصر موت، ده مش كيتو، ده حتى يعني بتاع كمال الاجسام اللي صحته ما شاء الله قد ما بياكلش جبنه رومي، لان جام مره اكلت جبنه رومي وعملت لك حموضه، ده ما ادكش انذار يعني، ما ادكش علامه كده في حاجه غلط. فايه وزيوت مهدرجه ونشا وبطاطس في خلطه واحده؟ تقل لا، جبنه رومي دي انت عارف مكانها فين. فمنتجات الالبان لو انت ما عندكش المشكله دي يعني خلاص، منتجات الالبان الجميله اللي هي ما فيهاش لاكتوز خالص، اللي هي ما فيهاش بروتين خالص، اللي هي ما بتسببش مشاكل، اللي قلنا عليها السمنه البلدي والزبده البلدي والقشطه والكفير عشان فيه بريبيوتيك، تمام. فادي منتجات الالبان اللي الناس بتدخل بقى جبن كامل الدسم وزبادي كامل، الزبادي كامل الدسم ده عباره عن جلوكوز، يعني اقرا عليه السكر قد ايه هتلاقيه في سكر قد كده. فقلل منتجات الالبان لو انت عندك اي الامراض دي، اقعد من غير منتجات البان خالص اسبوع او 10 ايام وشوف جسمك تعب، جسمك ارتاح، جسمك بقى افضل، الكرامبات راحت بتاعت عضلاتك او جهازك الهضمي اتصلح، تركيزك بقى احسن، حبوب شبابك راحت، خلاص يبقى امنع، انت مالكش في منتجات الالبان، انت جسمك كده. معظم الناس ما لهمش في منتجات الالبان. دي النقط اللي الناس بتقع فيها في الكيتوجينيك دايت. النقطة الأخيرة، قيس الكيتونز في جسمك. اللي أنت ما بتقيسوش ما تعرفش أنت كيتوجينيك ولا لأ، أنت جسمك بيحرق ولا لأ، فيه في الأكسجين اللي هو بتحس إن الطعم مسكر، هو ده الأسيتون اللي في بقك، وفيه في البول وده بيروح بعد فترة، وفيه في الدم. كل شهرين ثلاثة اعمل تحليل كيتونز بادي في الدم، اتأكد إن أنت ماشي كيتوجينيك، اتأكد إن أنت دخلت مرحلة الكيتوزيس. اتاكد من ده، ما اعرفش هو اسعاره ايه، بس يعني هو بس بيوتريك اسيد ده بيتحلل كده في الدم الكيتونز بادي، يقول انا عايز اعرف نسبه الكيتونز في الدم، تعرف انت ماشي صح. كل مكان عالي كل مكان ممتاز، طبعا عالي في النسبه المسموحه عشان حدش يفهمني غلط، يعني العلي عن الناس اللي ماشيه على الجلوكوز، يبقى انت ماشي صح. لو انت مش عارف انت جسمك كيتوجينيك ولا لا، انت بتقول لي ليه كيتوجينيك نفعك ولا لا، بتقول لي ليه انا ما اتاثرت او ما اتاثرتش، اعمل تحليل، انت دخلت كيتوزيس فعلا ولا لسه. فالتحليل ده النصيحه المهمه. تاني حاجه، مش كل الدهون واحده، الدهون انا كان شوف عمال اتكلم عليها الدهون، بس في دهون مضره، الدهون كل زيوت النباتيه ما عدا زيت الزيتون، يعني الكانيولا والذره وعباد الشمس، ماليش دعوه بيقنعوكوا بايه في التلفزيون وغسيل المخ ان هي صحيه، ما يقنعوكوا ان زيت الزيتون للطبخ ده برضو وهم، عايزين يبيعوا. فلو سمحت الدهون المهدرجه ده انت دي اقصر طريق للقبر. الدهون الغير مشبعة اللي هي الزيوت تتحط على النار، دي طريق للقبر لأنها بتتأكسد. فلو سمحت الدهون مش كلها واحدة، الدهون المحترمة محترمة، والدهون الصناعية المخلقة المهدرجة دي بالظبط. عارفين حلقة اللي أنا قلت عليها في أول حلقة بتاعتي وات ذا هيلث، قالوا اللحوم أكثر طريق للسرطان، وفي الليستة الأولانية في منظمة الصحة العالمية في إن هي تجيب السرطان. بس أنهي لحوم؟ اللحوم المصنعة اللي هو ايه؟ اللانشون، البسطرمه، السجق، الهامبرجر اللي محطوط علينا نيترات، الحاجات دي بتسبب سرطان، وعمري ما اقول لان حد ياكلها ابدا، هيقول لي يا دكتور انت بتاكل هامبرجر، انا بجيب هامبرجر هنا جراس فيد، يعني البقر اورجانيك واكل من الارض، واكل مش حبوب، واكل زرع، وبيدوني حتى اغلى شويه الهامبرجر ده، انما في بلدنا ما حدش ياكل لحوم مصنعه خالص، وعيالكم اللي بتاكلوها سجق وهامبرجر ولانشون وبسطرمه، دي لسته نمره واحد في مسببات السرطان، الصحه العالميه قالت كده. اللحوم المصنعه تسبب السرطان، مش يمكن، مش ابحاث، لا هي تسبب، هو طريق. فعشان النيتريت اللي فيها رماد الحافظه وحاجات كتير قوي. فيبقى الدهون المصنعه واللحوم المصنعه الاثنين دول طريقك للسرطان وللقبر. فافرق لو سمحت بين اللحمه بتاعت ربنا الجميله والدهون بتاعت ربنا الجميله والحاجات اللي من صنع بشر اللي ودونا في 60، انتوا عارفين.
انا كده خلصت الحلقه. انا كده اظن من الالف للياء، امتى استخدم الكيتو، ايه اكل الكيتو، ايه مشاكل الكيتو، امشي عليه ولا لا، ينفعني ولا لا، ايه المرضى، جاوبت على كل الاسئله. انتوا دلوقتي تفتحوا برامج تعلموا الناس الكيتوجينيك دايت. شكرا ليكم ان انتوا كملتوا معايا، يا رب الحلقه ما تكونش دسمه. اظن كده انتوا بقيتوا مش هتكلم في الكيتو ما بقى لي من عمر الصراحه كده خلاص. شكرا ليكم، نتقابل المره الجايه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. نتقابل المره الجايه، سلام عليكم.